شرعت وزارة الإسكان في توزيع شقق التمليك بمشروع العمارات السكنية بمنطقة الجفير على المواطنين المستفيدين، حيث قامت إدارة الخدمات الإسكانية بتسليم عقود الانتفاع للمواطنين وإجراء انتخابات مجالس إدارة اتحادات المنتفعين، فضلا عن تقديم المحاضرات لشرح النواحي الفنية المتعلقة بالشقق والبنود القانونية والمالية الواردة في عقد الانتفاع. وقالت الوزارة أن توزيع الشقق السكنية بمشروع الجفير يأتي بعد اكتمال الأعمال الإنشائية والبنية التحتية للعمارات وتجهيز مرافقها لاستقبال المواطنين، منوهة إلى استمرار حرص الوزارة على أن يصاحب إجراءات تسليم الوحدات إجراءات تأسيس اتحادات المنتفعين والتعريف بمهامها من أجل مباشرة إدارة الأمور المتعلقة بالصيانة والحفاظ على جودة السكن بها. كما أشارت إلى أن مشروع عمارات الجفير يعد من أبرز مشاريع العمارات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة من حيث موقع المشروع والمواصفات الفنية والتصميمية والاهتمام بالمرافق التي تخدم القاطنين، وأن ذلك يأتي في إطار سياسة تطوير وتجويد الخدمات الإسكانية بشكل عام وخدمة شقق التمليك بشكل خاص. وأكدت الوزارة أن خططها تتضمن بناء حوالي 3000 شقة سكنية في مشاريع شريط العمارات السكنية في عدد من المناطق بمدن المملكة وفي مشاريع مدن البحرين الجديدة، وأن خطط بناء العمارات تسير في خط موازن مع خطط بناء الوحدات السكنية، حيث تسعى الوزارة إلى توفير المعروض لكل نوع من أنواع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، خاصة الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدا.